أسعد الله أوقاتكم أحبتي بكل خير. استعراض للقوات العسكرية والأمنية وسط العاصمة بغداد، لكن هذا الاستعراض بمعرض داخلي خاص بهذه الصنوف الأمنية والعسكرية. بمختلف المجالات وبشتى المجالات هنالك جناح مخصص لهذه القوات الأمنية تستعرض الإمكانيات والمهارات والمدى التقنيات التي وصلت لها القوات الأمنية. في هذه الحلقة ستكون المخصصة لمعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية وسط العاصمة بغداد، فلنشاهد ما موجود داخل هذا المعرض. حياكم الله. أحبتي المشاهدين، أهلا بكم مجددا. نبدأ حلقتنا لهذا اليوم المخصصة لقواتنا الأمنية والعسكرية وسط العاصمة بغداد بهذا المعرض النموذجي، ونبدأ الحوار مع قائد عسكري قائد الرد السريع سيادة الفريق ثامر الحسيني. حياك الله سيادة الفريق، أهلا بك في برنامج مع الناس قناة الفلوجة. الله يحفظك. الله يحفظك سيادة القائد. تحدث عن هذا المعرض وتحدث عن تحديدا عن قوات الرد السريع، ماذا رأيتم بهذا المعرض وماذا سيقدم بهذا المعرض؟ حقيقة أنه هذا يعني المعرض مهم جدا بالنسبة للأجهزة الأمنية عموما ولوزارة الداخلية وفرقة الرد السريع بالذات. بكثير من الأسلحة والمعدات الفنية المهمة اللي نعتقد أنه لها الأثر الكبير بتطوير عمل الفرقة، وخاصة ما يخص طبعا الطائرات المسيرة والكاميرات وبعض الأسلحة والمعدات. لاحظنا أنه اشتراك كبير من قبل شركات عالمية وإقليمية ومحلية. المعرض يعني الحقيقة الكثير من الأشياء المعروضة المهمة والمفيدة، جزء من عدة كبير ضمن حاجاتنا الأساسية، وإن شاء الله من خلال هذا المعرض نحاول أن نوجد الإمكان مع وزارة الداخلية مديرية العقود نتعاقد على جزء من الاحتياجات. أهمية المعرض مبينة من كثر الشركات المشاركة الإقليمية والدولية اللي بيه، وزيارات الميدانية لقادة وضباط، وهذا فد شيء مهم جدا أنه تلاقح الأفكار بين المصنع والمستخدم. طيب. وملاحظات المستخدم المباشرة. سيادة القائد، تحدث عن قوات الرد السريع الموجودة في دول متطورة، هل هنالك مباحثات مناقشات حول ما مدى موجود عندهم من إمكانيات عالية وما موجود عندنا من حضرنا إمكانيات؟ يعني قبل شهر تقريبا رئيس أركان الفرقة مالتنا حضر بمؤتمر بتونس. طيب. وهذا كان يخص قوات التدخل السريع بالعالم، ولاحظنا يعني اكو تطور الحقيقه بكثير من دول العالم انه اهتمامها بالرد السريع او التدخل السريع وتجهيز هذه القطعات. هي تعتمد هذه القطعات على النوعيه وليس على الكميه بالنسبه للاعداد البشريه، وانما تطورها دائما باسلحتها ومعداتها ومدى استخدام التكنولوجيا بالوقت الحاضر وسرعة ردود الفعل نتيجة ما تمتلك هذه القطعات من أدوات ومعدات. طيب، هاي الإمكانيات اللي موجودة في الأسلحة وما يخص الأسلحة في الجانب التقني، هل هنالك أيضا تطور عند قوات الرد السريع في الجانب التقني من المنظومات الاتصالية وغيرها؟ يعني الحمد لله أكو فد مقدار، يعني بس مو هذا الطموح اللي إحنا نطمح إليه. وزارة الداخلية ومعالي السيد وزير الداخلية وعدنا أنه بكثير من الأشياء اللي الحقيقة قدمناها إليه، وإن شاء الله بطور التجهيز إلى قوات الرد السريع. شكرا جزيلا سيادة القائد وموفقين إن شاء الله، حياكم الله. بعد أن تحدثنا مع السيد قائد الرد السريع نتحدث أيضا مع مديرية مهمة جدا من مفاصل وزارة الداخلية وهي مديرية الدفاع المدني. أريد أن نشوف أيضا ما موجود لدى هذا الجناح
وما هي الامكانيات المتوفره لدى مديريه الدفاع المدني؟ فاهلا بكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا. حياك الله. حياك الله يا رب. الله يحفظكم. اهلا بكم بقناه الفلوجه برنامج مع الناس. كل الهلا. الله يبارك فيك. سياده العميد، تحدث عن المستوى الفني والتقني بمديريه الدفاع المدني. وين مستوانا احنا ضمن مستوى مجالات الدفاع المدني في دول العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعتبر مديرية الدفاع المدني من أهم مفاصل وزارة الداخلية. الدفاع المدني، أقسام الدفاع المدني، هو المنقاد والإطفاء ومعالجة القنابل غير المنفلقة، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية اللي هي صارت، وكذلك السبارة، معالجة المواد المشعة والمواد الكيميائية. طيب. حاليا احنا بجناح معرض بغداد الدولي الخاص بالقوات الأمنية، موجود إذا تحب تشوف الأجهزة الخاصة بعمليات الإنقاذ وعمليات المعالجة. طيب. وأجهزة مبادرات الأطفاء وكذلك أجهزة المؤتمرات السبيارة متواجدة هنا عندنا حاليا. زين. إحنا حاليا مستوياتنا بتطوير مستمر من خلال الدورات الخارجية والدورات الداخلية للدفاع المدني. نواكب التطور باستيراد أحدث الأجهزة اللي موجودة ومستخدمة عالميا بالبحث والإنقاذ وأجهزة المستشعرات الحرارية. طيب. والأجهزة الترصد. زين. دائما ينسأل هذا السؤال وأنا أريد أسألك. نعم. يقال دائما الدفاع المدني بحاجة إلى طائرات. أكيد. العراق ما يمتلك الطائرات. أكيد. ضروري جدا موضوع الطائرات، الهليكوبتر للإنقاذ أو للإطفاء. هذا مو اختصاص التصريح لي، بس أفيدك بالمعلومة. أكثر المناطق اللي استخدمناها واللي اشتغلنا بها سواء عمليات التحرير. طيب. وكانت لنا المشاركة الأخيرة اللي هي بزلزال تركيا. نعم. الزلزال اللي ضرب تركيا. طائرة ضرورية بعمليات الدفاع المدني. مهمة. خاصة بالمباني العالية. المباني العالية أو المناطق المرتفعات الجبلية أو الغابات اللي موجودة. كذلك المناطق الصحراوية اللي ما تصل عجلة أطفاء بسهولة. إذا صار حادث. اصطدام لا سمح الله وانقاذ. زين سيادة العميد، الاسواق الشعبيه تاثر وتعرقل من مرور عجلات الدفاع المدني؟ احنا الاسواق الشعبيه يعني هاي المكان ثابت، بس اللي يعرقلنا اكثر شيء حركه السير، الازدحامات المروريه، بناء العشوائي. هذا السبب تاخر فرق الدفاع المدني. ثقافه اعطاء المجال لسيارات الدفاع المدني، هاي اختصاص الاعلام. يحتاج الى توعيه. مو اكيد يعني اختصاص الاعلام اليوم ضروري انه يعني كل مواطنين الاكارم انهم يشوفون سياره الدفاع المدني طوها مجال، بالتالي وعنده واجب. يعني التعليمات اللي صدرت لنا من السيد معالي وزير الداخليه المحترم وسيد مدير الدفاع المدني العام، ماكو مركز بالدفاع المدني اذا ما قام بعمليات توعيه من خلال نشر البوسترات اللي متواجده، بوسترات وارقام الدفاع المدني، بالإضافة إلى الدورات اللي تصير داخل المدارس والكليات والشركات القطاع الخاص والقطاع العام والحكومة. هاي واجب قسم واجب الإعلام. واجب مو بس قسم الإعلام، حتى ضباط. زين. وعمليات ودورات. خلينا نحكي عن هذا شو أنا شفته، شكله ما شاء الله كلش حلو. عاد هذا حلوة. أي هذا جهاز. خلينا نقرب هنا سيادة العميد. جهاز هذا متخصص برفع العبوات الناسفة. أها. مقذوفات الحربية. أنا قلت حلو علي طلع يشتغل على عبوات. لا العبوات اختصاص العبوات. هذا المكزيمم مالته، الارتفاع مالته، الوزن ياخذ 135 كيلو. زين هذا اختصاصكم رفع عبوات؟ اي احنا اختصاصنا المتساقطات الحربية والمقذوفات الحربية. أها. مو اختصاصنا العجلات المفخخة أو العبوات الناسفة. لا اختصاص الأدلة الجنائية والمتفجرات. زين هذا إني أدوات الإنقاذ. هاي أجهزة القطع والفصل. خلي صوروا لي يا شباب. أجهزة القطع والفصل هاي اللي نستخدمها بالحوادث اللي يصير فيها عمليات الإنقاذ. تمام. هذا المنشار أو المقص الهيدروليكي، هذا يعمل بالوقود. زين. ولا تعمل بالوقود. هذا إني موجودات لو عرض. لا موجودات عندنا. كل مراكز الدفاع المدني بيها. عندنا شغل بيها. كل متواجدة بيها. هذه وهذا إني بالأبواب المغلقة المصعدة. أبواب مغلقة، المصاعد، العجلات. زين. نستخدم من ذنبين. زين. البدلات المتوفرة لمنتسبين أو ضباطنا. نعم. بدلات عالية يعني الجودة. أي أكيد. مواصفات عالمية. هاي خاصة بالأطفاء وكذلك خاصة بعمليات الإنقاذ. أكو أكثر من لون. عندكم شنو ليش؟ اللون الأحمر واللون النيل، هاي الألوان العالمية. اللون الأحمر هذا بس ما نعرفه، هذا شنو هذا؟ هذا خاص بعمليات الأطفاء، بالإضافة للون الليني نيلي عندنا. إيه نيلي. اللون الأحمر. إيه. عمليات الإنقاذ. الحالات الإنسانية وما شابه. نعم عمليات إنقاذ، انهيار المباني، زلازل، تدخل، بحث والإنقاذ. تمام. الجانب التقني ينفع رجال الدفاع المدني. أكيد. تطور التقني. أكيد. أكيد. هسه إذا تحب تشوف عندنا الأجهزة اللي موجودة عندنا هنا، أجهزة المستشعرات، أجهزة البحث، بحث تعمل بترددات صوتية تحت الإنقاذ، المسافة مالتها 12 متر. عادة سيئة أو عادة غير جيدة يقوم بها المواطن العراقي وتتسبب بحرائق، شنو؟
مثلا انتم تناقشون يعني الاهمال أهمال. الاهمال عبث الاطفال عبث الاطفال المصادر الكهربائي؟ المصادر الكهربائيه يترك الكهرباء يعني مفتوح الكهرباء ما تقوم سندويش بنل سندويش بنل حاليا نحن نشوف السندويش بنل بدات الشركات تصمم سندويش بنل مقاوم للحراره اي سندويش بنل مو ضمن المواصفات العالميه الدفاع المدني يرفضه جيد هذه الطوبات اللي كرات الاطفاء هذه فعاله فعاله يعني اللي عنده مخزن اللي عنده محل مول وكذا مفيده بالاركان اذا يضعوها هاي تضع عند يعني شلون البورد الكهربائي فقط عند البورد الكهربائي اما بالنسبه للمولات او العمارات او المجمعات السكنيه منظومه لازم منظومه متكامله صح وتدخل يعني شوف يعني رساله توصل ريت من خلال قناتكم حاضرين واحنا نريد جميع المجمعات السكنيه او الشركات لا تستخدم او لا تقدم على اي خطوه اذا ما تحصل موافقه الدفاع المدني أي. الدفاع المدني هو الاختصاص ولا تقصر ماديا على هذا أبد. الجانب أبد. لانه يعني الكوارث اكثر, أكثر المجمعات السكنيه او العمارات السكنيه كنا نطلع لها صارف مليارات سلم الطوارئ سعره بسيط ما يستخدم صح عندنا احنا قانون الدفاع المدني حاله محكمه بها جرم خلاص محكمه جرم محكمة. من ناحيه الاهمال هو مو بس الاهمال لا سمح الله اذا فقدت الارواح البشر صح من السبب مثل ما حصلت في قاعه الحمدانيه وغيرها صارت القاعات. صارت حياك الله سياده العميد كل الهل شكرا كل شرفتك يا اهلا وسهلا وحياكم الله والله يحفظ كل رجال الدفاع المدني وخاصه الفعالين بالحرائق وما الى ذلك خلينا ننتقل الى جناح اخر ابقوا ويانا في معرض الدفاع حياكم الله احبتي المشاهدين اهلا بكم مجددا بعد ان تحدثنا عن تفاصيل الخاصه بالدفاع المدني وتحدثنا عن الجانب التقني والجانب الفني الخاص بهذه المديريه الفعاله نتحدث الان مع جهاز مهم جدا جدا في العراق وهم رجال الظل جهاز الامن الوطني العراقي الابطال فهذا الجزء لهم حياكم الله السلام عليكم اهلا استاذ احمد عليكم الله. السلام يا مرحبا اهلا بكم بجناح جهاز الامن الوطني اهلا بك الناطق باسم جهاز الامن الوطني اهلا وسهلا يا مرحبا الله. طبعا المشاركه الاولى لجهاز الامن الوطني اول مشاركه للجهاز في معرض الامن والدفاع الدور 13 والمقام على ارض معرض بغداد الدولي اهلا وسهلا بك حياك الله استاذ ارشد اول ما لفت نظري انه بوجودكم اكو حمله اسمها احنا بظهركم شنو هاي الحمله استاذ احمد مثل ما تعرف جهاز الامن الوطني هو جهاز امني استخباري عملياتي فهاي الصبغه هي اللي طاغيه على العمل الجهاز لكن بالمقابل بالاضافه الى العمليات اللي تنفذ يوميا يجب ان يكون هنالك جهد توعوي للمواطنين طيب. اليوم نتحدث عن عمليات القاء قبض على متهمين على مخدرات على ابتزاز على كل هاي الجرائم بالمقابل بعض المواطنين يجهلون طرق التحصين طرق التوعيه حملة إحنا بظهركم انطلقت بعد ما جتنا كثير من المناشدات التحصين في الجانب التقني الابتزاز الابتزاز أو الاختراق أي تكنولوجيا بالضبط هاي الحملة انطلقت بعد ما جتنا كثير من المناشدات عبر المنصات من قبل مواطنين من قبل أهالي من قبل طلبة من قبل فتيات قاصرات حول وجود عمليات ابتزاز وبالتالي الطالبة تسأل أنه أنا حاليا في هذا التوقيت أتعرض بعملية الابتزاز شنو اللي أسوي شنو الإجراء اللي أخذه شلون أحصن نفسي شلون أحصن تليفوني هذا السبب اللي دفعنا أنه نطلق هاي الحملة اللي أخذت تسمية إحنا بظهركم الاستهداف كان للمدارس في بغداد الخطوة الأولى طيب. حتى الآن تقريبا عدد الطلبة الذين تم استهدافهم قرابة 75 إلى 80 ألف طالبة تم استهدافهم المحاضرات التي قدمت انقسمت إلى جانبين الجانب الأول من المحاضرة هو التوعية ما قبل الوقوع بالكارثة قبل الوقوع بالابتزاز التوعية في كيفية التحصين في كيفية التعامل في كل الأمور الخاصة بتحصين هذا أكثر من يجهلون الجانب التكنولوجي والتقني بحكم المعطيات اللي عندكم الشباب والبنات يعني تقريبا نسب متفاوته لكن عاده ما تكون هنالك فخاخ للابتزاز والاكثر يوقع بيها عاده هي البنات بنات. مع العلم اكو ابتزاز من قبل البنات للشباب لكن الاغلب هو الابتزاز من قبل الشباب للبنات خلي بس نعبرها ابتزاز بنات للشباب اكو ابتزاز يعني المبتز بنت بنت تبتز بعض الشباب واكو الشباب يبتزون البنات الاغلب هي ابتزاز الشباب للبنات هنالك عده فخاخ يقع بيها مع الاسف من يجهل هذا الموضوع أولاً عدم التحصين الكافي للهواتف
القضية الثانية هي ربما العلاقات المشبوهة وعلاقات اللي تصير فترة المراهقة وقضايا الغرام، هذه التفاصيل ويكون بها عملية ابتزاز أو تبادل للصور بين الطرفين. طيب. عدم وجود ثقة بين الطرفين. أيضا هنالك بعض الصفحات وما تسمى صفحات محاربة الابتزاز، هي من تقوم ببعض الأحيان بعملية الابتزاز، لذلك من خلال كنا ندعو المواطنين أنه أن يكون تواصلهم حول هذا القضايا مع جهات معروفة، جهات حكومية حصراً، ولا يكون تواصل مع أي جهات على منصات التواصل الاجتماعي تدعي محاربة الابتزاز. يعني هذه يعني حجة للخديعة حتى يدخل لهذا المواطن، يعني اللي يتعرض للابتزاز يحاول الوصول بأي طريقة لشخص يخلصه، فبالتالي هذا فخ آخر من فخاخ الوقوع بالابتزاز. طيب أستاذ أرشد، هذا كل يشغل جهاز الأمن الوطني، يعني المهام الأكبر جهاز الأمن الوطني يعمل على الملفات النوعية. مثل ما تشوف حاليا احنا عارضين الملفات اللي نشتغل عليها، ملف الإرهاب، ملف المخدرات، ملف التهريب، ملف التزوير، وملف الابتزاز الإلكتروني، لأن ملف الابتزاز الإلكتروني أصبح يهدد الأمن المجتمعي. كثير من حالات الطلاق، كثير من حالات بعض الحالات الانتحار للأسف اللي حصلت نتيجة لعمليات الابتزاز، عملية النصب والاحتيال تصير، وسرقة الأموال من قبل المواطنين، فبالتالي هو ملف مهم ويعمل عليه جهاز الأمن الوطني، وجهاز الأمن الوطني طور من قدرات الفنية في سبيل الحد من هذا الموضوع. بالعودة إلى الحملة، نأكد أنه هي حالياً مع انتهاء العام الدراسي. إيش قد الرقم؟ 131 خط الساخن، بالإضافة إلى هذا يوزع رقم خاص لإدارات المدارس عند حصول أي عملية ابتزاز بإمكان التواصل. طيب. على هذا الرقم. أستاذ أرشد، بس هذه معلومة، أنا اليوم عندي معلومة عن شخص مبتز، إذا بالواقع أو بالواقع الافتراضي، هنا أنا أخاف من عندي إذا كان جهة مسلحة، إذا كان جهة عشائرية تدعي العشائرية. أنا أريد أوصل لك المعلومة السريعة، ما حد يسولف باسمي ولا يقول أنا منه. هذه شلون أساس العمل وأساس كسدنا لثقة المواطنين هو السرية اللي نتعامل بها، يعني ابدا تحت اي مسمى. يعني اليوم المواطن من يقدم معلومه يكون مطمئن تماما ان هذه المعلومه خاصه قضايا الابتزاز، لان تعرف بها قضايا خاصه وبها قضايا عائليه وبها قضايا ربما صور وفيديوهات، فبالتالي فقط الشخص الضابط المعني بالموضوع هو اللي راح يطلع على بعض تفاصيل القضيه، وكل القضية تكون منظورة أمام القضاء، وما يوجه به القضاء هو ينفذ، فبالتالي أي معلومة تصل يتم التعامل معها بسرية تامة، ولا يباح أي جزء من عدها حتى اللي عاملين على هذا الموضوع. أنا أشوف هذني، شنو هذني المطبوعة؟ حالياً أنتم بجناح جهاز الأمن الوطني، الجناح هو أكثر من قسم بي. القسم الأول عرضنا به، إذا شوف الكاميرا نروح له الأول، خلينا نتوجه له، اللي هو أنتم هنا مستعرضين العملكم اللي بتفاصيله. أخذنا جانب من أعمالنا اللي عرضناها، مثلا حاليا هذا هو البوكس الزجاجي الخاص بالمخدرات، عرضنا. طيب. بعض النماذج، لأنه كثير من الناس تسمع شنو المارجوانا، شنو طرق هاي هذه نماذج افتراضية ضبطت مع متهمين. طيب. بعضهم يسأل عن مواد الكريستال، بعضهم يسأل عن أدوات التعاطي، فبالتالي هي من باب التوعية. اليوم حشيشة على شكل سكارى، تمام، مارجوانا، هذا سرطان المنتشر، هذا ما يعني اكو محاربات مستمرة عليه. جهاز الأمن الوطني يشتغل على المخدرات بصورة عامة، وهذه تفرعات المخدرات. خطوط نقل رئيسية موجودة في العراق هي خطوط النقل الجنوبية وخطوط النقل الغربية وخطوط النقل الشمالية. خطوط النقل الجنوبية مختصة بالكريستال ومواد الحشيشة، هذه الخطوط تعرضت إلى ضربات نوعية جدا من قبل جهاز الأمن الوطني. أنتم مقسميها بقاطعك، يعني خطوط النقل الجنوبية وشنو اللي يضمه من مواد؟ كريستال قلنا؟ كريستال وحشيشة دائما تأتي من المحافظات الجنوبية. والشمالي؟ نتحدث عن الشمالي أيضا المارجوانا وما مارجوانا والحشيشة وأيضا الكريستال. طيب. الخطوط الغربية، نعم، اللي هي حبوب الكبتاغون، هذا اللي كبتاغون تدخل من بعض الثغرات اللي موجودة على الحدود مع الأسف. طيب. هذه تستغل العبور وبطرق مختلفة،
ايضا هذه الخطوط تعرضت لضربات قويه، اخر ضربه هي اللي نفذها جهاز الامن الوطني، وتم ضبط 12 مليون حبه مخدره في العاصمه بغداد. رقم مهول، يعني لك ان تتخيل لو وزعت هذه في 12 مليون حبه. ايضا بعمليه اخرى تم القاء القبض على شخص اجنبي الجنسيه كان بحوزته مليون حبه مخدره متجه بها من المحافظات الغربيه دخولا الى بغداد. فهذا الخط والخطوط الاخرى تعرضت الى ضربات كبيره جدا، وبالتالي لا نقول انخفضت، بل اقول هنالك يعني نسبة انخفاض بين المخدرات خاصة الكريستال هذا العام عن العام. طيب استاذ رشيد، يتحدث البعض في الشارع، حديث الشارع خلينا نقول لك يا انه عصابات المخدرات يدها طويلة، تصل ممكن تؤثر على ضباط في جهاز الامن، تؤذيهم، تتسبب بجانب اذية بالعمل الحقيقي، هذا تعايشت معاه موجود غير موجود؟ ملف المخدرات لا يقل خطورة عن ملف الإرهاب، سواء بخطورته تأثيره على المجتمع أو بخطورة الناس اللي تقابلهم والناس اللي تتواجه وياهم في عمليات القاء القبض. هناك متنفذين؟ العصابات؟ يعني العصابات اللي موجودة هم عبارة عن تجار، وهذا التجار بعضهم لديهم ارتباطات دولية. طيب. يقومون بإدخال كميات من الحدود إلى العراق، وكل هؤلاء العصابات اللي يتحدث عنهم سواء التجار الكبار أو الصغار هم تحت النظر وهم تحت السيطرة، ويعني تم إلقاء القبض على عدد كبير منهم. أضف إلى ذلك لا يقل الموضوع مثل ما تحدثنا عن خطورة، والخطورة تكمن في المواجهة. فقدنا عدد من ضباطنا استشهدوا نتيجة لمواجهات مسلحة، وايضا بعضهم تعرضوا الى اصابات شديده، لكن كل هذه لن تثني ابطال جهاز الامن الوطني عن الاستمرار في محاربه هذه السموم التي تدخل المجتمع. هذا الجزء الاول من اللي تحدثنا عليه. الجزء الاخر كما تعلم يعني نحن جهاز امن استخباري، لا يمكن كشف كل العمليات او الاجهزه اللي موجوده. اوراقكم انتم مو مثل بقيه البقيه، نقل اجهزه، تعرض اجهزه اسلحه وغيرها، لكن عرضنا جانب صوري للعمليات اللي نفذها جهاز الامن الوطني بعيد. يعني هذا جزء من ملف الارهاب، ابرز العمليات النوعيه اللي نفذها هذا جانب الارهاب. زين. يعني ابرز العمليات النوعيه اللي نفذها جهاز الامن الوطني هي عباره مثل ما تشوفها عن شبكات. هذا شنو؟ هذا قراصنه الخلافه؟ هذول مجموعه تكنولوجيين، هذول كانوا يقومون بعمليات النشر لعصابات داعش الارهابيه، وكانوا يقومون باختراق المواقع الحكوميه واخذ البيانات وارسالها الى عصابات داعش الارهابيه. طيب. وايضا كانوا يقومون بتعليم المواطنين على كيفيه صناعه المتفجرات والعبوات الناسفه من خلال الجهد الفني لجهاز الامن الوطني. تم تفكيك هذه الشبكه وهي ما تعرف باتحاد قراصنه الخلافه او ما يسمى بذلك. هذه العمليات، هذه انغماسين في ولايه دياله، كان بعضهم يرتدي احزمه ناسفه. ايضا هذا الشخص اللي موجود حاليا، عمليه نوعيه نفذت في منطقه العامريه في بغداد. هذا الشخص كان مسؤول عن اداره الصفحات الخاصه بتنظيم داعش، وايضا تجنيد، وايضا والده كان من ضمن الناس القياديين في تنظيم داعش. هذا الجزء هو مخصص للعمليات النوعيه اللي نفذها جهاز الامن الوطني فيما يخص الارهاب. هذا الحقل بالتحديد اللي وراك حاليا هو الاحصائيات، هو الاحصائيات. يعني مثلا هذا ملف تهريب العمله، هنا نتحدث عن الملقى قبض عليهم من 2016 لحد 2023، هذا حصيله ايضا من 18 لحد 23 فيما يخص ملف المخدرات والذين تم القاء القبض. طيب. عليهم بقوانين مختلفه. ليش يعني كل المفاصل الامنيه الاخرى عندما يكون اكو ملف يحتاج الى جهد فني كبير جدا وتقني وتكنولوجي يتحول الى جهاز الامن الوطني، انتم متطورون بالفعل بالجانب الفني والتقني؟ وما زال التطور مستمر، يعني جهاز الامن الوطني يملك امكانيات كبيره جدا في مجال الاضافه للعمل الميداني، في مجال الاجهزه الفنيه والتطور الفني، وكما تعلم يجب ان تواكب العالم وتواكب التطور. لذلك جهاز الامن الوطني في صدد انه الاستمرار بتطوير الكوادر اللي موجوده، ايضا العمل على اجهزه فنيه حديثه، التناغم والانسجام مع المجتمع الدولي فيما يخص هذا الموضوع. والدليل معرض بغداد اليوم بدورته ال 12 للامن والدفاع، الهدف من المشاركه هو الاطلاع على ما موجود من اجهزه من تقنيات
فيما يخص قضايا الأمن السبراني وقضايا الأمن بصورة عامة. تمام. الجزء الآخر من المعرض أنا لفت انتباهك، أنت تتحدث لفت انتباهك وفتاة يعني ما شاء الله جميلة، بس هذا شنو جوجو؟ هذه القضية الخاصة ب فتاة متحول المتهم ما يسمى جوجو دعارة، يعني اللي انتشر بالفترة الأخيرة قبل فترة، المتهم بالعديد من عمليات الابتزاز والتشهير الإلكتروني. هي القضية على عاتقكم، كانت على مسؤوليتكم بناء على شكوى تقدمت وصدر أمر قضائي من القضاء بها، والتهمة هي قضايا الابتزاز والتشهير، وتم الحكم عليه من قبل القضاء بحكم 15 سنة. تمام. أيضا قضايا أخرى نتحدث عليها، هذه قضية نفذت في محافظة ديالى، هذا أحد أهم المطلوبين في محافظة ديالى بعملية نوعية نفذها جهاز الأمن الوطني بعد فترة. هذا ابتزاز وتهريب الوظائع عن طريق المنافذ الحدودية، هذا شخص وأيضا عليه كثير من مذكرات القبض وتهريب المواد المنتهية الصلاحية. هذا الشخص الآخر، هذه عملية نفذت في قاطع مديرية أمن غرب بغداد، كان يرتدي الزي العسكري ويقوم بعملية عملية انتحال صفة بالضبط، ويأخذ صور مع بعض القيادات، هذه الصور هي فوتوشوب، صور محورة فوتوشوب، ويقوم من خلال هذه الصور وبعض الكتب المزورة بانتحال صفة أو تزوير كتاب جهاز مكافحة الإرهاب، وتزوير توقيع أمين سر وزارة الدفاع، وتزوير كتاب لجهاز الأمن الوطني. طبعا كان يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بحجة التعيينات وأيضا الأوامر الإدارية، ومن خلال جهد استخباري كبير تم إلقاء القبض على هذا الشخص. نتحدث عن قضايا أخرى، تفكيك شبكة تزييف عملة، هذه شبكة دولية كانت تنشط في العراق، مديرية أمن دائرة أمن بغداد. نقدر نقول هذا الاسم الملقب؟ الهدف الملقب بالحاج، يعني هو هذا انتم معروف عندكم بهذا الاسم الحاج، هو ملقب بالوسط اللي يشتغل به بالحاج. فبالتالي من خلال هذه الألقاب كما تعلم هؤلاء المجرمين يتنقلون بأسماء وألقاب مزيفة. تمام. هذا جزء من الواجبات النوعية اللي عرضناها، ظهرك حاليا بالتحديد بالشاشة إذا تطلع واضحة عند الأخوان المصورين. أي. هذه عملية نوعية نفذت في محافظة صلاح الدين، شبكة موظفين، هذه الشبكة كانت تقوم بعملية نصب واحتيال على المواطنين وسرقة الرواتب التقاعدية للمواطنين وضحايا الإرهاب بالتحديد في محافظات الأنبار وصلاح الدين. تم القبض على ضبط مجموعة من الأموال، ضبط مجموعة من موظفين حقيقيين لو موظفين في هيئة التقاعد بعضهم، موظفين في مؤسسة الشهداء بعضهم، وفي أمانة في كل مكان، بعضهم ضباط أيضا كانوا يقومون بعملية تسهيل مرور المعاملات المزورة، هذه جزء من المستمسكات التي ضبطت معهم وماسترات الكارد التي ضبطت معهم، كل هذه كانت هي عبارة عن أسماء وهمية ليس لها وجود بالحقيقة. كم المتضررين من هذه؟ أعداد كبيرة من المتضررين، ونتيجة للشكاوى التي وصلت طبعا، يعني نتيجة كل المتضررين للشكاوى التي وصلت تم رفع هذه أفراد الشبكة، أيضا تضم معقبين، تبدأ المعاملة من المعقب ثم تصل إلى الحاسبة، هي معاملة مزورة بكل أولياتها، بعد الحاسبة ترفع إلى التدقيق الأمني، يوجد ضابط متورط يقوم بعملية تسهيل التدقيق الأمني، ومن ثم يتم صرف لأشخاص هم ليسوا ضحايا إرهاب. هذه العملية نفذت بالتنسيق بين جهاز الأمن الوطني والفريق الساند في الهيئة العليا لمكافحة الفساد. تمام. أستاذ أرشد، يعني نشكرك أول على كل هذه التفاصيل، لكن بالأخير أنت يعني سمين إن قبل كل شيء من دخلت الجهاز الأمن الوطني، هذه التفاصيل السرية مو ممكن كل شيء يجيب الإعلام، شلون تعيش تلاش تسمع أنت قضايا ما خوفية كان شنو أعضاء؟ ما معلوم أو ما يعلن للجمهور هو جزء بسيط جدا مما موجود من عمليات، لكن بعض العمليات هي تستوجب السرية، بعض العمليات اليوم تنفذ عملية في بغداد، فبالتالي لا يمكن الإعلان عن هذه العملية ما لم يتم اكتمال جميع خيوط هذه العملية، وبالتالي هذا ما يتميز به جهاز الأمن الوطني. صح. إنه ما ينفذ من عملية ربما بعد 4 أشهر يتم الإعلان عن هذه العملية، ولا يتم الإعلان فوريا حتى تكتمل جميع الخيوط. رحلتنا في إعلام جهاز الأمن الوطني الحمد لله بشهادة الجميع أنهم يشيدون بهذا الموضوع،
لم نجد صعوبة قد ما وجدنا هنالك دقة بالعمل وسرية بالعمل وانضباط عالي بالعمل، وهذا الشيء تعلمناه بالوسط الإعلامي ونقلنا هذه التجربة إلى داخل العمل في الأجهزة الأمنية. الإعلامي والناطق الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني الأستاذ أرشد الحاكم، جزيل شكرا. حياكم الله وأهلا وسهلا معكم، ومستمرين إن شاء الله بأي شيء تحتاجونه نزودكم بكل العمليات النوعية للجهاز، وهذا معرفكم كل الأبناء. تحية لأبطال الجهاز الأمن الوطني الفعال. أحبتي المشاهدين، بعد أن تحدثنا عن هذه الجوانب الخاصة بحياة المجتمع العراقي نأخذ فاصل قصير ونرجع لكم وقويانا. حياكم الله أحبتي المشاهدين وأهلا بكم مجددا. عدنا من الفاصل والحديث مستمر عن معرض الأمن والدفاع في العاصمة بغداد والصناعات الحربية. فإحنا يوما متواجدين بعد الفاصل عند أمام جناح هيئة الصناعات الحربية، نتحدث عن ما موجود من إمكانياتكم، خاصة مع إمكانيات مهمة جدا لدى القوات الأمنية وحاجة لدى القوات العسكرية والقوات الأمنية بمعدات واستبرار الذخيرة وما إلى ذلك. لكن ما لفت انتباهنا وجود عجلة صغيرة وجميلة، نتحدث عن هذه العجلة. وينضم إلينا الأستاذ علي العوادي، شركة من شركات هيئة الصناعات الحربية. أهلا بك سيد علي، ونرحب بك في قناة الفلوج. وبكم، وشكرا جزيلا لاهتمامكم بهاي المواضيع. شكرا جزيلا لكم. الجانب التقني والتكنولوجيا الكل يطمح للتطور، خاصة بالملفات الخاصة بالأمن وتنظيم الحركة وغيره. هذه العجلة أريدك تسولف لنا عليها، بس أريد نسولف من الداخل ممكن؟ أوكي تفضلوا. ممكن نشوف العجلة من الداخل، وأريد نشوف عليها لوجو المرور بالضبط. سيارة صناعة ان شاء الله بالثامن يصير انتاجها بالعراق، وهذه تنزل العراق. نعم، هي انتاج عراق، لا هي بالعراق موجوده. بس يبدا الانتاج معمل هيئه التصنيع الحربي بشهر الثامن ان شاء الله، خلال هذه السنه ان شاء الله. هذه سياره اقتصاديه كهربائيه، راح ترفع كاهل كبير من الاجهزه الامنيه من ناحيه الوقود والزيوت والصرف اللي جاي يصير بدوائر الدوله. فهذا الموضوع حبينا نرفع الكاهل والصرف والامور، وتدري اللي جاي يصير تكنولوجيا عاليه، فنقلنا التكنولوجيا من الصين الى العراق. ونقلنا التكنولوجيا من ناحيه الكاميرات اللي هي على العجلات، ارقام العجلات اللي موجوده، وتاخذ انواع العجلات والوانها وتفاصيلها كامله، وبنفس اللحظه الاشخاص البيئة تاخذ بصمه الوجه مالتهم. طيب يكون التحكم مالتها عن طريق غرفة العمليات وبنفس اللحظة من السيارة. تمام. ومجهزة بجهاز ليزر تحذيري للمسافات البعيدة الكيلو، وبها كاميرات للزوم المسافات البعيدة. يعني هسه نسميها سيارة الرادار؟ سيارة الرادار تقريبا، أو سيارة اللي مثل ما تسميها قناص. بنفس اللحظة مثل ما انطلق عليها الشارع. شغلها تنظيم العمل المروري في شوارع العاصمة ومدن العراق. بالضبط، وتطلع السيارات المخالفة والسيارات اللي عندنا صارت بالعراق، السيارات التوأم. ترتبط بالمنظومة الذكية. نعم. لو لا ترتبط طبعاً. ترتبط. بالمر... نعم مر... والنظام مالتها مغذية من حسب المركزية مالت المرور. هاي السيارة يعني اتصالها دايركت بالمديريات المرور العامة. خلينا نشوفها. تفضل. من الداخل. زين، تقدر كاميرا تطب لنا من هناك؟ يلا تعال خلينا نطب لنا من هنا. هذه الاستاذ خلينا نتقدم هنا شويه. هذا الجهاز اللي موجوده، الكاميرات اللي موجوده بالسيارات، ماكو لو سيارات موجوده كان شفت شلون اطلع لوحات، بس اقدر اطلع لك التصوير السابق يبين لك شلون اطلع السيارات وشلون اطلع المواصفات بنسبه 95% من معلومات السياره، اللون مالتها، الموديل مالتها، مواصفاتها، كم شخص داخلها، الارقام مالتها، كل التفاصيل يعني كامله عن السياره، وتاخذ صور المرور بحيث انت اذا تغذيها على اي رقم مطلوب لك او مطلوب للعمليات، راح من يعبر قدام السياره قدام اي كاميرا من الكاميرات يصير امامها
راح تنطي انذار بالسياره وبالعمليات بين هذه السياره عبرت من هذا المكان طيب. او بالعكس هاي السياره تريد تعرفها عابره او ما عابره خلال هاي السنه او هذا الشهر من هذا التقاطع، بس تكتب رقم السياره تنطيك المعلومات كامله شو وقت عبرت ومنو بيها طيب. بالضبط. هيئه الصناعات الحربيه مع مديريه المرور كم عجله تعاقدت معاها المرور؟ حاليا تعاقدنا العدد مو ثابت بالضبط، بس ان شاء الله راح تقريبا كل اغلب التقاطعات مع المحافظات مو بس بغداد، يعني ومع الطرق الخارجيه يعني اليوم. صار بين الداخليه متقسمه الى قسمين، النجده والمرور والطرق الخارجيه. يعني هاي خلفي نجده، هاي النجده راح يعني هاي هم حتنزل الشارع، هاي راح تنزل الشارع نعم. حلو. هاي النجده يعني شو اقول لك، التكنولوجيا مالتها غير التكنولوجيا اللي موجوده هنا. طيب. مواصفاتها غير. هاي وين تنشد على الحاسبه المركزيه اللي هي مال البطاقه الموحده اللي بيها معلومات كامله عن هاي تتحدث عن الشخص، عن الشخص بصمات الوجه بالضبط. هاي خاصه بس لهذا الموضوع. فشكو شخص لا سمح الله مطلوب او مسجل موجود مثلا من الدوله، بس تنحفظ الصوره مالته او مصدر قبض عليه او مذكره او اي شيء، راح تلشح باي مكان تاخذ على بصمه الوجه، وبناء على هذا تنطي انذار بالسياره، وتنطي انذار وين؟ غرفه العمليات. انت كل سياره تقدر تقودها من غرفه العمليات، حتى الكاميرا، حتى التحذير، حتى الليزر، حتى توجه الهدف وين، القوات الامنيه بين هذا الهدف مالتك، راح يكون التحكم من غرفه عمليات ومن السياره بنفس يعني هنا المطلوب بالشارع يلقى القبض عليه بالضبط. اللي يشوف هاي السياره يدير باله بالضبط، هاي اللي يشوفه بالضبط، لان يعني بكل الاحوال هي راح تصير مثل ما تقول كل المعلومات بها. هذه شائعات قبل ايام نزلت انه هذه السيارات نزلت في شوارع بغداد، نعم، مديريه المرور عامه نفتها قالت ما موجود هذا الشيء، لان احنا ماكو يعني نوبات يعني شو يعني بعض المعلومات ما اعرف اخاف احكيها ما اعرف خافت احد ياخذ وصلتي مسار حرية مثلا ما يصير واحد يصور احد بدون موافقته. لا بس احنا اللي صار تصوير بدون موافقه احد الاشخاص عابر صور السياره بدون موافقه. ليش صورها؟ لان كانت تيست. تيست احنا لازم نسوي لها على مود اللي يسر انت تشوفك اياه، حتى شلون اشتغلت السياره، شلون اخذت الارقام، شلون اخذت الصور مالت السياره، كم الاشخاص اللي بيها، اخذت بصمات وجههم، فلازم نسوي التيست حتى نعرضه قدامكم بالتلفزيون. تمام. حتى يصير العرض واضح. تمام. فمن صعب طلعناها بالتيست احد المارة اخذ الصوره ونشرها. تمام. نشرها احنا ما كنا يعني متوقعين بان اكو احد راح يصور وبدون علمنا، مع العلم احنا هواي تحرزنا على هذا الامر، وكان بمكتل مكان مطوق يعني بالاجهزه الامنيه يمنعون حالات التصوير، ما التصوير لان ما يصير تنعرض الا بعد المعرض. بس احنا باواخر الرابع. نعم. هاي شو وقت تنزل السياره وهذه السياره ان شاء الله بالثامن. الثامن. يعني عنده شيء خلي حضر نفسه منها للثامن. يعني بس اللي ورا الثامن لا راح يصير سكيورتي جدا عالي. سكيورتي جدا عالي نعم، بالطرق الخارجيه، بالداخليه، بنقطه المرور، بالترافيك لايتات، بكل الاماكن اللي حساسه موجوده. ايش قد ما يكون العدد لو يكون الاف باللحظه او العفو بالدقائق الاف، راح تلزم الكاميرا، وكل كاميرا لها وظيفه. هي هذه الفقره او هذه الاوبشن نفسه بس بصيغه العجله موجود في اقليم كردستان. تمام. الكاميرات لا ما موجود. لا مو موجود الثابته بالضبط. هاي التكنولوجيا 2024 اخر تكنولوجيا يعني موجوده جدا كردستان؟ بالضبط نعم. اكثر تطور من اقليم كردستان. جيد. وما موجود الربط مالتها بالحاسبه المركزيه. مربوطه بالحاسبه المركزيه ومربوطه بمديريه المرور ومربوطه بغرفه العمليات. تمام. يعني راح يصير مثل ما تقول شبكه كاملة حتى بالمحافظات نفس الحالة. زي. السيارات التوأم ما يصير تشوفه هنا وتشوفه بالبصرة. صح. نوبات رقم ياخذوه يتكرر، فهذا بسرعة يبين عندك بالشاشة. بالطرق الخارجية نفس الحالة، لأن اكو حالات احنا تخصصت هاي الامور لهال المجالات هاي. استاذ علي. نعم. شنو الحينزل بعد جديد غير هذا النيء؟ الحيز الهذني عندنا موديلات اكبر، بس احنا ذني السيارات سويناها اقتصادية، واكو معلومة ضروري واحد يعرفها. نوبات يقول سيارة صغيرة ما نجده، شلون هاي سيارة مو مال مطاردة، هاي سيارة حاملة كاميرات، أصلاً ما يصير تمشي سرعة لأن على مود الكاميرات وعلى مود الأجهزة الكهربائية بها، فسرعتها محددة. هذا السبب أخذناها سيارة صغيرة واقتصادية ترفع الكاهل عن الدولة بالزيوت بالضبط الوقود، وهواية تفاصيل مثل ما تقول انشالت من عندها. فأنت يمكن 3 سنوات ضمانها ومع الصيانة، أي شيء يمكن ما يخسر عليها نهائياً غير بس الشحن، بأي نقطة توقف تشحن. تمام. وهاي الشركة ملكتها طبعاً أول مرة العراق يملك شركة صنع عراقي. سؤالك بالضبط. نعم. صنع عراقي، هيئة التصنيع الحربي بحت.
بحت. نقول عراقي يعني شركة بحت. جولد الشركة العالمية صارت بكل العالم، بس هي شركة عراقية، واليوم العراق امتلك لها اسم تجاري ما شاء الله من يعني السبعينات أو من الخمسينات سيارة. احنا ما عندنا اسم تجاري، يمكن مصر ملكت لها اسم نصر صح. وصارت عندها شيء مثل يعني العراق اليوم صنع سيارة، اليوم العراق صنع وصار عنده حل. اسم تجاري اليوم حل. العراق تحول بحكومة الرئيس بفضل الله صار من بلد استهلاكي إلى بلد صناعي ما شاء الله. بعد ماكو حتى التجميع اللغة تجميع جي. السيارات اللغة ما شاء الله ماكو تصريح بعد للسيارات أن تتجمع، لازم تكون صناعية صح. ما يصير تجميع داخل العراق. احنا نشكرك جزيلا، الله يحفظك ويطول عمرك، وتمنيت وقت أكثر أشرح لكم هواي علي وأنا الممنون، شرفتونا بالله من الوقت اللي هذه التفاصيل البسيطة الأمنية شكرا لكم والمرورية، ونتمنى للعراق الاستمرار في النمو. تسلم لي ونراه في وأنا أشكر اهتمامكم الدول المتطورة شكرا، ونحيي من عمل من عامل إلى مهندس إلى كبير الفنيين في هذه الشركة خاصة فيما يخدم الوطن ويخدم المواطن. تحياتي لأبطال هيئة التصنيع الحربي والصناعات الحربية. خلينا ننتقل إلى مكان آخر. شكرا جزيلا. حياكم الله أحبتي المشاهدين، أهلا بكم مجددا. بعد أن تحدثنا عن هذه التفاصيل الخاصة بالصناعات الحربية والجانب الأمني والجانب الاستخباراتي والجانب العسكري والجانب الدفاع المدني أيضا، نتحدث إلى أمر مهم جدا يحتاج العراق خاصة في مجال المراقبة، مجال التصوير وإلى ذلك، اللي هو الدرون والطائرات وما إلى ذلك في الجانب التقني. أحد الشركات الأهلية المشاركة حنكون حوارنا معاهم. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك في قناة الفلوج. أهلا وسهلا، شكرا لك، شكرا جزيلا. نتحدث عن جانب تقني، جانب خاص بعالم الدرون الطائرات. أنا إذا أشوف أحجام مختلفة، باتجاهات مختلفة ومتنوعة. أولا كمهندس جنابك، العراق في هذا المجال متطور أم غير متطور؟ في السنوات الأخيرة خاصة آخر سنتين العراق تقدم خطوة كبيرة جدا بهذا المجال. طيب. أغلب المؤسسات الحكومية الآن تستخدم الدرونات، وهذا شيء جدا مفرح. حتى المؤسسات الأمنية كوادرها شبه أصبحت محترفة في مجال الدرون واستخداماتها وصيانتها أيضا. هذا شيء لحظة، لأن إحنا كشركة موزعة ومرخصة في هذا المجال، ولذلك عندنا تواصل مباشر ويا خلينا نقول المستخدم النهائي لهذه المنتجات، واللي هي ايضا توفر خدمه جدا ممتازه للمستخدم النهائي. بالاضافه الى ذلك التكنولوجيا والتطور والمواكبه شيء جدا مهم بالنسبه للعراق. زين، خلينا نشوف اللي موجود عندك. عندك مختلف الانواع. هي الدول المصنعه لهذه الدرونات منهم الدول الماركة هاي هي ماركة دي جي اي، تقريبا الماركة العالمية خلينا نقول اللي ما لها منافس في هذا المجال. هاي القطعة هي اول قطعة بالشرق الاوسط تم اعلان عنها حتى قبل الوكالة الرسمية في دبي. فالعراق يعني كان محظوظ انه نعلن عن هاي القطعة بهاي الفترة. شنو مميزاتها بحيث تقول اول؟ مميزاتها هاي انه ما تحتاج الى مشغل، ممكن تخليها بأي مكان نائي، بأي موقع عمل تحتاجه، بأي منفذ حدودي، تحط مجموعة من الطائرة هاي أو المنصة نسميها منصة بشكل عام، وتبرمجها بشكل يومي. الطيارة أوتوماتيكية راح تنفتح الباب تطلع تكمل المهمة مالتها وترجع وتنقل لك البيانات وتشحن وايرلس، وذلك بهاي الحالة أنت استغنيت عن مشغلين أو استغنيت العنصر عن البشري. العنصر البشري اللي يحتاج مسافة بعيدة لقطعها لكي يعني مجرد يوصلها. تنصب هذه المنظومة بالضبط اللي عبارة عن صندوق مغلق وهي تأخذ عملها وفق البرمجة، وفق البرمجة ووفق الاي اي الذكاء الاصطناعي خلينا نقول. هذا أي مجال ممكن نستفاد منه؟ الجانب الأمني، المجال الأمني، حقول النفط، أبراج الطاقة، مراقبة الأنابيب النفطية، يعني هواي مجالات. حتى بالمجالات الإنشائية في حال أكو إنسبكشن يومي والمهندس ما يقدر يوصل لأكثر من موقع عمل بنفس اللحظة، فممكن يوزعهن على عدة مواقع عمل ويتحكم بهم كلهم من خلال مكتبة. طيب، في الجانب الحرائق وما إلى ذلك أكو درونات مختصة لإطفاء هذه التفاصيل الإنقاذ، احنا موجوده عندنا في العراق اصلا؟ موجوده، هي ملحقات للدرون حسب حجم الملحق وكميته. المنتجات اللي عندنا، احنا عندنا منتجات لاكتشاف الحرائق او اكتشاف الاسطح الساخنه عفوا. الكاميرات الحراريه ممكن عمليات الانقاذ او عمليات الاطفاء تخدم، يعطيك رؤيه جويه عن الموقع اللي به حريق.
بعض الحالات كمية الدخان ما تسمح لك بالرؤية، ولذلك تلجأ للتقنية الحرارية اللي من خلالها راح تعرف وراء هذا الدخان أكو نار لو أكو بس منطقة درجة حرارتها مرتفعة ومين ممكن تسوي إخلاء. طيب شنو موجودات الأوبشنات اللي عندك تشرح لنا عليها من الطائرات المختلفة؟ موجودة هذا الماترس 30 تجي نوعين حراري وعادي، هذا الحجم المتوسط، حجم أصغر اللي هي المافيك 3. هذه الآلة اللي خاصة بالتحكم؟ هذا جهاز التحكم طبعاً، اللي يميز هاي المنتجات سهولة التحكم، يعني أي شخص يعني مهما كانت خلفيته العلمية والدراسية ممكن يتعلم على هاي الطائرة بعدة ساعات. مزودة بكم كاميرا؟ هاي مزودة بثلاث عدسات، عدسة واسعة، عدسة نهارية، عدسة حرارية، بالإضافة إلى ليزر رينج فايندر، جهاز يعطيك مدى الهدف، أي هدف تأشر عليه بالكنترولر راح تعرف إيش قد مسافتك، بالإضافة إلى إنه الحراري يستخدمون بالراديومتريك تكنولوجي اللي هي أي بيكسل بالشاشة تدوس عليه كليك راح يعطيك درجة حرارته. تمام، هذا شنو هذا الباكج اللي عندكم هذا؟ هاي ملحقات عدسات، كل عدسة لها عملها مختلف العدسات، عدسات مساحة، عدسات تصوير، وعدسات تخصصية حرارية. سين. كل هاي العدسات ممكن تتركب على هذه الدرون الضخم شنو؟ ماترس 350 اسمها ايش؟ ماترس 350. ماترس 350 ايه؟ هذا احدث ما موجود بالاحجام؟ بالضبط، هذا اكبر حجم، والاحدث هو المنصة ذيك اللي قلنا عليها الاكبر عفوا، لكن هاي الاكبر والاكثر عملية. ليش؟ لان ممكن تبدل الملحق بسهولة وبسرعة، فاذا هاي الكاميرا ما لبت استخدامك او عندك اكثر من استخدام ممكن بمجرد تفر الكاميرا وتبدلها. لماذا تستخدم هذه الدرونات الضخمة؟ عدة استخدامات، أيضا نرجع حقول النفط، الطاقة، أنابيب الطاقة، أبراج الطاقة الكهربائية. طيب. الحدود، الأمن الداخلي. في العراق منو تعاقد معاكم حول هذه الدرونات؟ جميع الوزارات الأمنية بالإضافة إلى وزارات الحقول النفطية اللي بالجنوب، بالإضافة إلى حتى وزارة الزراعة. زين، نقدر نتسولف عن الاسعار، نعرف اسعارها شوي؟ لا، اسعارها يعني ما معلن عليها الا من خلال يعني كتاب رسمي يوجه من الوزارات لشركتنا وعلى ضوءها نقدم عرض رسمي. هذا الجانب تشوف كحكومه مهتمه بها الاهتمام؟ مهتمه بشكل كبير، وهذا الشيء مفرح، لان بشكل عام هو المواطن العراقي عنده خلينا نقول تقبل لاستخدام التكنولوجيا والتطور، وهذا الشيء كلش ملحوظ بالعراق اكثر من اي بلد ثاني. بسنتين شفنا تقدم جدا كبير باستخدام الدرونات، وتقريبا اغلب الوزارات حاليا اللي ممكن تخدمها هاي الطائرات دا يستخدموها، وعليها طلب بشكل كبير جدا. طيب الدرونات اللي موجوده بالسوق هذه تسمى درون حقيقي ام هي يعني شيء تجاري بسيط؟ اكو نوعين، اكو شيء اسمه كونسيومر تسميه شركه الام، واكو شيء اسمه انتربرايز. احنا شركتنا مختصه بالانتربرايز اللي هو له علاقه بالمؤسسات. باقي الدرونات هو اسمه درون صحيح، لكن هو كونسيومر للمستهلك، للهاوي وللمصور. ما ينطفى عالية الدرون الحقيقي. بالضبط، لأن هو المصور والهاوي استخدامه معين ومحدود، هنا بالمؤسسات الاستخدام يكون أوسع. رأيك بمعرض الأمن والدفاع، تقييمك لهذه المعارض كشركة أهلية؟ أنا وكبت معرض الأمن والدفاع السنوات السابقة، وإحنا كل سنة حاضرين هنا. السنة لاحظت أكو تطور جدا كبير بالمعرض، خاصة بالصناعات الحربية العراقية. الجناح جدا رائع وممتاز ومفرح نشوف الصناعة العراقية تتقدم وتتطور بهذا الشكل السريع، بالإضافة للشركات العالمية واللي هي تخدمنا بنقل التكنولوجيا وبنفس الوقت زيادة المنافسة بالسوق العراقي. شكرا جزيلا لك مهندس أحمد، حياك الله. أهلا وسهلا، شرفتونا. أهلا أحبتي المشاهدين، هذا هو معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية وسط العاصمة بغداد في معرض بغداد الدولي. هذا حوارنا مع الشركات المختصة والأجنحة الخاصة بوزارات الداخلية والدفاع والصناعات الحربية. هذا التنظيم اللي لاقى استحسان المواطنين والزائرين. الشركات الأهلية تتحدث عن وجود يعني تفاعل كبير من قبل الوزارات مع ما معروض لدى أجنحة الشركات الأهلية، وأيضا يشيدون في جناح الصناعات الحربية خاصة في الجانب التقني أو جانب الصناعات الخاصة بعجلات العسكرية، وخاصة فيما موجود في العدة والأسلحة وما يحتاجه في ضبط الأمن وضبط الحدود أيضا. حمى الله العراق وأرض العراق. هذا هو معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية. نختم حلقتنا، نلتقيكم بحلقة أخرى. في مال الله.